الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين. هنا تم تطبيق استراتيجية التعلم التعاوني لشرح درس العلوم الدينية واللغوية في الحضارة الإسلامية. تفضلي مجموعة واحد. مجموعة واحد. شكرا جزيلا. مجموعة اثنين. العلوم الدينية هي تعلم قراءة القرآن وتفسير القرآن وتعليم الصلاة والتحريم والتحليل والطهارة والنجاسة. ممتاز، شكرا جزيلا. مجموعة وسام تفضل. العلوم شكرا، أحسنت يا ريان. مجموعة أربعة تفضلي. مجموعة 4 مجموعة 4 واحد يقوم تفضل. شكرا جزيلا.